امبارح؟ لا لا. ليه؟ حضرت اتحاد عالمي؟ للاسف لا. لا اول يوم لينا جامعه. لا اول لينا جامعه النهارده فما حضرناش. لا الصراحه ما روحتش. ليه؟ اصل ما فيش محاضرات فاروح ليه؟ مشكله بس اللي انا جيت دخلت امبارح متاخر فما لحقتش بصراحه، بس انا كنت نفسي اعملها بصراحه. للاسف لا. حد حضر اتحاد عالمي؟ جايين جامعه عشان نحضر اتحاد عالمي احنا؟ ما رحناش اول يوم. في القرار ده يعني صح ولا غلط؟ لا صح طبعا. هو طبعا ده حاجه كويسه لان في انضباط. هو ناقص يونيفورم وما مدرسه. هو ده اللي ناقص فعلا، بيرنا على حاجه زي كده. يعني ولا احنا في مدرسه ولا احنا في كليه حربيه عشان نعمل طب، ولا حد اصلا عملها امبارح يعني. سايب المدرسه عشان احضر اتحاد عالمي؟ كنتش بحضرها في المدرسه. لا. ليه عملت ايه؟ مش بحب العالم. عادي ما احنا صحنا يعني، احنا طول عمرنا من الحقيقه. انا شايفها من طفوليه قوي. ليه؟ احنا في جامعه يعني. انت نازل اول اسبوع تعمل ايه؟ اشوط. قاعد في الكافيتيريا. بس ما كده هشوط انا في الكافيتيريا يعني. ما انا بص انا بشوط الحلوين تمام؟ اللي هم بيبقوا لسه جداد في الدفعة، اوكي كده الوحشة اكيد يعني عايز حد يتعرف عليها، فالوحشة دي غالبية بتكون شاطرة. فالوحشة دي بتظبطني بقى. لا انا ما دخلناش الكافيتيريا، لا لا احنا جايين مركزين احنا نتعلم. ما بعملش حاجة، انا صايعة مفيش. لا انا مش نازل الصراحة. لا انا مش ناسي، انا نزلت على تاني اسبوع المحاضرات على طول. انا قاعد بقرا روايه على جنب، لقيت واحده بتقول لي هو مدرج فنادق فين؟ قلت لها لا ما اعرفش. قالت لما تيجي تدور معايا. ادور معاكي. انت ما صدقت طبعا. ايش ده يعني، تعالي. احنا زينا من الدفعه بتاعتنا فبنستكشف بقى. شوفوا الوشوش الجديده. يعني بنعرف الدفعه. طيب عايز تشوفهم ليه؟ عشان ملينا من الدفعه اللي معانا. عشان ننصحهم يعني، احنا شباب يعني فاهم، بننصح. اكيد بنات. طبعا اكيد بنات. اكيد بنات طبعا. تخيل كده لو في عقاب الجامعه هتعمله للي مش بيحيي العالم، هيكون ايه؟ ايه؟ عقاب؟ ازاي يعني؟ ما يخش الجامعه غير هو بيحيي العالم. مش خلونا نشوط، مش قاعدين في الكافيتيريا. هتطلع قدام الطابور وتتعاقب ويقول لك بص انت مخصوم لك اول حصه وتاني حصه. يذنبوني مثلا واقف واشيل الشنطه، وحد ممكن يضربني مثلا من ورا. كان مستر سيد بيذنبنا والله. اكيد دكتور سيد برضه هيذنبنا. هيوقفوه مثلا وخليه يرفع ايده لفوق، وقفوه في الكورنر في النوتي كورنر. النوتي كورنر. ممكن مثلا ينقصونا في اعمال السنه او يطردونا بره. يطردونا او ممكن يمشونا من الجامعه، نعمل الاسباره مثلا. استدعاء ولي امر ممكن. لا بس مش قوي كده يعني، هو هم عيلوا قوي في حاجه زي كده بيتهيألي.